مواقع التواصل الاجتماعي تعد أحد مظاهر التفاعل في إطار ثورة التكنولوجيا، لكنها تلعب دوراً أيضاً في عالم السياسة. منصة تويتر دليل واضح. منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر، فتح باب جدل واسع بين مستخدمي المنصة. لكن في الولايات المتحدة كان تأثير امتلاك ماسك لتويتر أعمق. على الصعيد السياسي أجج الصدام الحزبي في واشنطن بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع اختلاف نقاط التركيز بينهما. إيلون ماسك. ركز الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن على ملكية ماسك لموقع تويتر في الآونة الأخيرة، ويقول بعض الديمقراطيين إنها قد تعرض قدرة المنصة على تأمين البيانات الشخصية لمستخدميها للخطر. Access to classified information is useful. أما الجمهوريون بمن فيهم النائب كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب المحتمل العام المقبل، فيقولون إن الديمقراطيين يلاحقون ماسك بسبب استعداده لمنح المحافظين صوتا على المنصة، وردوا بأن الانتقادات الديمقراطية هي محاولة مستترة للقضاء على الأصوات المحافظة على الموقع وحجب ما اعتبروه حرية التعبير. سعي إيلون لحرية التعبير هو تهديد مباشر للحزب الديمقراطي وحلفائه في وسائل الإعلام القديمة، بينما يهاجم الديمقراطيون أي جهد لإعطاء الأمريكيين صوتا أقوى، سيكون الجمهوريون يقظين ضد التواطؤ بين شركات التكنولوجيا الكبرى وهذه الإدارة. صحيفة وول ستريت جورنال حذرت من أن الصدام قد ينذر بمزيد من الاستقطاب حول الإنترنت ودور الحكومة في تنظيمه. تصاعدت في السنوات الأخيرة دعوات للكونغرس لتحسين حماية الخصوصية وتخفيف هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة عبر تحديث القانون الذي يحميها من المسؤولية عن محتوى الطرف الثالث.